من الطابق الثالث قسم الإرهاب في المبنى باء، وتحديدا من الجناح المخصص لموقوفي تنظيم فتح الإسلام، اشتعل فتيل تمرد جديد في سجن رومية دام لقرابة ساعتين. وبحسب المعلومات فإن التمرد بدأ عندما نقل عدد من السجناء الإسلاميين في الجناح المخصص لهم إلى مبنى آخر، وكان السجناء الإسلاميون هددوا بأنه إذا لم تتم إعادة الموقوفين سوف يقومون بانتفاضة، وهذا ما حصل. فقام السجناء باحتجاز ضابط برتبة ملازم أول إلى جانب عدد من العناصر المكلفة حراسة السجن بغية إبقائهم كرهائن، ما استدعى عملية أمنية وصفت بالنوعية. فدخلت القسم قوة من الفهود والتدخل السريع وحررت الضابط والعناصر الأمنيين واضعة حدا للتمرد في قرابة 9 صباحا. ونتيجة العملية الأمنية أصيب 4 موقوفين من التنظيم، نقلوا إلى مستشفى ظهر الباشق تحت حراسة مشددة، و3 عناصر من قوة الفهود ورابع من التدخل السريع نقلوا إلى مستشفى أبو جودي في جل الديب. وفي الأثناء بشرت الاتصالات على مستوى رئاسة الحكومة لتلبية مطالب السجناء، في وقت شدد وزير العدل شكيب قرطباوي على ضرورة المعالجة السريعة بعدما باتت القصة أشبه بقصة إبريق الزيت، كاشفا عن اجتماع سيعقد في الوزارة لإقرار سلسلة خطوات أبرزها تخفيف عناصر المواكبة للسياسيين بدءا منه لضمهم إلى العناصر المولجة حماية السجن والسجناء، كما أن أنه سيتم التعجيل ببناء القسم الجديد في سجن رومية وتسريع محاكمات فتح الإسلام. هذا وكشفت معلومات صحفية عن مخاوف لدى وزارة الداخلية من اعتراضات قد يقوم بها سجناء آخرون لأن مطالبهم يغض النظر عنها.